شباب زي ما قلنا احنا الكورس بتاعنا النهارده ان شاء الله اي دبليو سي اف ليفل 4 والكنترول. كورس اوبجيكتيف بتاعنا النهارده عندنا حاجتين. اول حاجه تو انكريز الكانديديت اوبريشنال نوليدج اوف الويل كنترول بروسيجر اند الكيلينج اوبريشن. في الكورس ده ان شاء الله هنحاول نعمل ريفريشمنت بسرعه للنوليدج بتاعتكم عن الويل كنترول. هنتكلم فيها عن كي ديفينيشنز زي الكيك الفلو اوت المين بريشرز الموجوده عندنا في الدريلنج اوبريشن اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بتاع الطفله بتاعتنا او بتاع المد الدريلنج فلويد والفورميشن بريشر بتاعتنا. كمان هتكلم عن الاسباب اللي بتخلي الفورميشن بريشر بتاعنا ابنورمالي بريشر. عندنا ميني كوزز بتخلي الفورميشن بريشر بتاعنا عالي عن الطبيعي بتاعه. بعد كده هنبدا نتكلم معاكم عن الستاتيك والديناميك اوبريشن بتاعتنا. البوتوم هول بريشر في حاله الستاتيك بيساوي ايه وفي حاله الديناميك بيساوي ايه وتاثير الاي بي ال اللي هو الانيولر بريشر لوس معانا. بعد كده هنتكلم عن البامب بريشر وتاثير المود ويت تشينج عليه. اختلاف المود ويت لما يتغير بيأثر على البامب بريشر ازاي؟ هل لما يزيد البامب بريشر هيزيد؟ هل لما يقل ايه اللي هيحصل بالظبط؟ كمان هتكلم على تأثير البامب سبيد على البامب بريشر. بعد كده هنبدأ نتكلم معاكم عن الاس سي ار بريشر اللي هو السلو سيركيوليتنج ريت بريشر، وهنتكلم عن الليك اوف تيست. اوكي، ليك اوف تيست هنتكلم عليه، نعرف منه ازاي نحسب الليك اوف تيست بريشر علشان يسهل لنا معرفه الفراكشر بريشر بتاع الفورميشن. بعد كده على طول هنخش في الشوتنج بروسيجر بتاعتنا والتو مين شوتنج بروسيجر اللي هو الهارد شوتان والسوفت شوتان. ايه البروسيجر او السيكونس بتاع كل بروسيجر منهم واللاين اب بتاع كل بروسيجر برضه هنتكلم عليه. بعد كده هنتكلم عن الجاز بيهافير انسايد ذا ويل ان كيس اوف وي هاف ويل كنترول ايشيو. هيبقى عندنا تو كيسز اللي هو الجاز اكسبانشن والجاز ميجريشن، هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل وتأثير كل واحدة فيهم على البوتوم هول بريشر والويل بريشرز اللي بتتغير نتيجة الاكسبانشن ونتيجة الميجريشن. ده كده تقريبا بالنسبة للفيرست داي بتاعنا اللي هو نتكلم فيه عن أول جزء من البي أند بي اللي هو البرنسبل أند بروسيجر. تاني يوم معانا في الكورس دوت هنبدأ نكمل فيه البرنسبل أند بروسيجر. هنتكلم فيه عن الكيل شيت، إزاي نحل الكيل شيت بتاعتنا. عموما الكورس بتاع الاي دبليو سي اف في اخر سنتين تقريبا في كل شيت واحده مش بتتغير وهي اللي معانا في الاكسرسايز وهي اللي معانا في الكويزز. هنحاول بعد ما نشرح على طول كل شيت نحل عليها بحيث ان الارقام بتاعتها تثبت في دماغنا ونبقى عرفنا الكونسبت بتاعها تاني. جاست ريفريشمنت طبعا ليكم. بعد كده هنتكلم عن الويل كيلينج ميثود اللي هو الكونفشنال والانكونفشنال. هنتكلم فيهم عن الكونفشنال زي الدريلر ميثود زي الويت اند ويت. كمان هتكلم على الانكونفشنال اللي هو زي الفوليومتريك ميثود. بعد كده هنتكلم عن شويه فينومنا بتحصل عندنا في في الريك سايد زي ايه؟ زي البالونينج افكت، زي حاجه اسمها الكيك توليرانس اللي هي علاقتها في قد ايه مسموح لك او الاوبل تاخده از كيك اند تعمله سيركيوليشن اوت من البير وزود فراكشرنج الفورميشن بتاعتك عند الويك بوينت اللي هي الكيسنج شو. كمان هتكلم فيها عن الستريبنج اوبريشن او الستريبنج بروسيجر بتاعتنا و هنتكلم برضو عن الجاز هيدريت. جاز هيدريت دي اللي هي عباره عن ايس بلوكج ممكن تتكون في اللو لاينز بتاعتنا، في الحاله دي بتعمل لي عمليه البلوجنج فهنتكلم عليها. وهنتكلم عن التشالنجز اللي بتقابلنا during the well control operation. يعني مثلا challenge زي ايه؟ زي البريشرز اللي بتتغير معانا، ممكن يحصل عندي شوك بلاج، ممكن يحصل عندي شوك وشاوت، نوزل بلون اوت او نوزل بلاج بام فيلير. الحاجات دي كلها والمشاكل دي كلها ممكن تقابلنا اثناء عمليه الديلينج مع الكيك سيتويشن وانت بتحاول تسركله اوت من البير. فنتكلم على التشالنج دي كلها. وننهي السكند داي بتاعنا بان احنا بنتكلم على الدريلز. الدريلز دي اللي هي نوع من انواع التدريبات اللي بنعمله للكرو بتاعنا، تريننج للكرو علشان يريكوجنايز افكتفلي مع الديفرنت سيتويشن اللي هي بتقابلنا زي ايه؟ زي البيت دريل، زي البي او بي دريل والتشوك دريل والحاجات دي كلها. ده كده بالنسبه للسكند داي معانا في البرنسبل اند بروسيجر.
نيجي بقى للثيرد داي هنتكلم فيه عن الويل كنترول ايكويبمنت بدايه من البي او بي ستاك او البي او بي كونفيجريشن عموما. هتكلم فيه عن الست اوف رامز، هنتكلم فيه عن الانيولر بي او بي والرامز بتاعتنا سواء ابر بايب رام فاريبل او فيكسد، ونتكلم عن البلايند الشير والدريلنج سبول البوتوم رام، وكمان هتكلم على الدايفرتر، وهنتكلم على السورس بتاع الباور كله اللي هو عباره عن الكومي يونت ليها سكيماتيك، وهنتكلم على البريشرز بتاعت الاكيوميليتور المانيفولد والانيولر بريشرز، وهنتكلم على الريجليتور طبعا. كمان هتكلم عن الايكوبمنت اللي بقدر اعمل فيها تيستنج بريشر تيستنج للويل كنترول ايكوبمنت. بعد كده على طول هنخش على الريموت تشوك بانل هنتكلم عليها طبعا، وهنتكلم على السيفتي فولفز الموجوده معانا، وننهي ان شاء الله الجزء بتاع الايكوبمنت بان احنا نتكلم عن الكونكشن والرينج جاسكتس والفلانجز الموجوده عندنا في الريك سايد. ده كده بالنسبه للثيرد داي. كمان في الثيرد داي عندنا حاجه اسمها السيميليتور. السيميليتور بتاعنا دلوقتي مش هيبقى فيس تو فيس ان كلاس، هيبقى سيميليتور فيرتشوال، هيبقى فيه لينكات كده كلنا هنخش عليها، هيبقى فيه زي زوم بالظبط كده في كوميونيكيشن ما بيننا. الموضوع هيبقى سهل اثناء التريننج. هيبقى عندنا ويل كنترول ايشو، عندنا كيت عايزين نعملها سيركيليشن من الويل عن طريق مثلا ان احنا نستخدم الدريلر ميثود فور السيركيليشن، فنبدا نتعامل مع السيميليتور ونشوف ازاي نطلع الكيك دي من البي. ده كده بالنسبه للثيرد داي بتاعنا. في اليوم الرابع هيكون اخر يوم اللي هو هيكون فيه ان شاء الله يعني السيميليتور اكزام، كمان هنحل فيه شويه ريفيجن واكسرسايز. ده كده بالنسبه للكورس اوبجكتيف. تاني حاجه ان شاء الله اللي هو تو بريبير الكانديديت فور الاي دبليو سي اف سيرفيس ويل كنترول اكزامينشن. طبعا بالنسبه للاكزام بتاعنا يا شباب زي ما انتم عارفين وحضرته قبل كده، هو منقسم لحاجتين. اول حاجه اللي هو الايكوبمنت بارت، وده بيكون عباره عن 46 سؤال، والبي اند بي بارت وده بيكون عباره عن 64 سؤال. الكورس بتاعنا زي ما انتم عارفين ان هو محجوز فيرتشوال اونلاين، فبالتالي في بروسيجر جديده للاكزام هنتكلم عليها اثناء الكورس وهنتكلم عليها دلوقتي بسرعه. بيبقى في ابلكيشن اسمه فيرتيفاس في 3، دوت المفروض ان انت بتنزله عندك على الموبايل او اي جهاز. البرنامج دوت وظيفته بالظبط ان هو الانفيجيليتور او المراقب، الشخص اللي هو البروكتور يعني، بيبقى شايفك من خلال التليفون ده، التليفون فيه كاميرا، فهو بيبقى فيه اكن فيه شات بالظبط زي ما بيني وبينك كده. فهو بيكون بس عمليه ان هو بيواتش او بيراقبك during الاكزام وانت شغال عادي بتحل على اللابتوب بتاعك، مفيش اي مشكله. ده كده بالنسبه للاكزام بتاعنا. طب نيجي نبص كده يا شباب، زي ما قلنا الداي نمبر 1 هنتكلم فيه برنسبل اند بروسيجر، الداي نمبر 2 هنكمل فيه البرنسبل والبروسيجر، الداي نمبر 3 هنتكلم فيه عن الويل كنترول ايكوبمنت وهيكون عندنا سيميليتور تريننج، الداي نمبر 4 هيكون في عندنا الفيرتشوال سيميليتور اكزام وريفيجن وكويزز، الداي نمبر 5 هيكون الاونلاين اكزام بتاعنا او الفاينل اكزام. فنبدا معاكم كده بسرعه الويل كنترول برنسبل اند بروسيجر فيرست بارت. دي السيتويشنز اللي بتقابلنا طبعا كلنا في الاويل فيلد ديورنج الدريلنج اوبريشن. سيتويشن نمبر 1 اللي هو البالانسد سيتويشن، بيكون عندي فيه هنا الفلويد اللي جوه البير اللي هو المط بتاعي او الدريلنج فلويد، بيديني هنا هيدروستاتيك بريشر. يبقى ايه هو الهيدروستاتيك بريشر؟ الهيدروستاتيك بريشر هو عباره عن وزن عمود السائل اللي موجود هنا، يبقى هو عباره عن الويت اوف الكولوم اوف الدريلنج فلويد اكزيستد ان ذا ويل، وزن عمود الطفله اللي موجود في البير هو اللي بيديني حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر. فانا عندي هنا هيدروستاتيك بريشر وعندي الفورميشن طبعا ليها بريشر. فلو جينا قلنا ايه هو الفورميشن بريشر يا شباب، هنقول ان هو عباره عن ضغط السائل اللي موجود جوه الفورميشن بور، فهو عباره عن البريشر اكزيرتد باي الفورميشن فلويد وذن البور سبيس. الفورميشن بتاعتنا عباره عن صخور، الصخور دي بيبقى فيها فلويد محصول لها عمليه ترابنج، فالبريشر بتاعها هو دوت اللي بيديني حاجه اسمها الفورميشن بريشر. فاز لونج از طالما ان انا عندي الهيدروستاتيك بريشر اللي هو اللي فوق اللي هو الطفله من هنا، البريشر بتاعها بيساوي الفورميشن بريشر، يبقى انا في الحاله دي اسمي بالانسد سيتويشن، هيدروستاتيك بريشر بيساوي الفورميشن بريشر. طيب في النورمال دريلنج اوبريشن العاديه بتاعتنا يا شباب بيكون ايه سيتويشن؟
بيكون عندي المض من هنا اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بتاعي بيكون اعلى من الفورميشن بريشر. ليه؟ علشان يمنعني اي فلويدز من الفورميشن ان هي تخش لي جوه البير. في الحاله دي ببقى في حاله اوفر بالانس. طيب المينيمم اوفر بالانس بريشر يا شباب، القيمه بتاعت المينيمم اوفر بالانس بريشر according to the API اللي هي الامريكان بتروليوم انستيتيوت والويل كنترول ريكومنديشن، يقول لك ان انت يكون المينيمم اوفر بالانس بريشر بتاعك يكون حوالي 200 بي اس اي او ايكوفالنت ليها اللي هو عباره عن 0.5 بي بي جي، نص بي بي جي. يبقى انا هنا في النورمال دريلنج اوبريشن بتاعتي على طول بسيك ان انا ابقى في الاوفر بالانسد سيتويشن. طب نيجي بقى للورست كيس بتاعتنا، ان انا ببقى في الاندر بالانس. وانس ان الهيدروستاتيك بريشر بتاعي هنا از نوت سفيشنت ان هو يبقى اجينست الفورميشن بريشر، هنا مش قادر يكيب او يبريفنت الفورميشن فلويد من ان هي تخش لي جوه البير، في الحاله دي بيبقى الفورميشن بريشر زي ما انتم شايفين اكبر من الهيدروستاتيك بريشر، وفي الحاله دي بتخش لي فلويدز من الفورميشن جوه البير، وببقى في كيس اسمها اندر بالانسد دريلنج او اندر بالانسد سيتويشن. هنيجي نبص مع بعض كده، عندنا اول ديفينيشن معانا اللي هو الكيك. ايه هي الكيك يا شباب؟ زي ما لسه قايلين انا في حاله اندر بالانس. وانس ان انت عندك الهيدروستاتيك بريشر هنا، الهيدروستاتيك بريشر بتاعك هنا يا شباب انسايد البير بتاعنا از نوت سفيشنت اوكي ان هو يكيب الفورميشن فلويدز ان اتس بليس. عشان كده الفورميشن فلويد او الفورميشن بريشر عموما بيبقى اكبر من الهيدروستاتيك بريشر، وبيقلاو هنا بيقلاو الفورميشن فلويدز ان هي تخش لي جوه البير. في الحاله دي اسمها كيك سيتويشن. فايه هي الكيك بقى؟ هي عباره عن ان انفلوكس اوف الفورميشن فلويد ذات كوزز ذا ويل تو فلو. يبقى انا عندي بيجي لي من هنا انفلوكس من الفورميشن فلويد يخش لي جوه البير يخلي البير بتاعي يحصل له فلو. طب ايه هي الكيك تايبس يا شباب او الكيك فلويد تايبس؟ عندنا الكيك بتاعتنا ممكن تكون اويل، ممكن تكون جاز، ممكن كمان تكون ووتر. اذا الووتر نوع من انواع الكيك. تمام. As long as ان الفورميشن فلويد بتاعتك دي جوه البير وانت قادر تسيطر عليها عن طريق مثلا ان انت قفلت البي او بي ستاك، البي او بي رامز بتاعتك، وهتحاول تاخد اكشن ان انت تسيركوليت الكيك دي اوت من البير. طول ما الكيك او الانفلوكس انسايد الويلف زي كده اوكي ستيل اندر كنترول، في الحاله دي اسمه كيك. طب لو الفورميشن فلويدز دي قدرت تتغلب على الهيدروستاتيك بريشر الموجود ده كله وقدرت توصل لي على السيرفس، في الحاله دي هنتحول من مصطلح الكيك لمصطلح البلو اوت. هنبص كده، عندي هنا الفورميشن فلويدز مانجد ان هي تخش السيرف البير بتاعي، وبعد كده مانجد عن طريق ان انا مش قادر اتحكم من البي او بي واقفل البير وكنترول السيتويشن دوت، فالفورميشن فلويدز قدرت توصل لي من تحت لحد ما وصلت للسيرفس. في الحاله دي يبقى عندي مصطلح جديد اللي هو البلو اوت. سو وات از البلو اوت يا شباب؟ دوت عباره عن ان uncontrolled exit of الفورميشن فلويد ات ذا سيرفس. يبقى الفرق بين الكيك والبلو اوت، الكيك عندي الفورميشن جاست ان هي دخلت البير، بينما البلو اوت ان انا عندي الفورميشن فلويدز دي مانجد ان هي تمايجريت وتوصل لي من البوتوم بتاعي لحد ما وصلت الى السيرفس. في الحاله دي البلو اوت من اكبر المخاطر اللي ممكن تقابل اي حد في الريك سايد، لانها بتسبب دامج لكل الايكوبمنت لكل التولز، كمان ممكن تؤدي الى لوس في البيرسونال وكل البروفيت طبعا بتاعت الشركات بالنسبه لي كمان للريك اللي هي يحصل لها دامج. فالموضوع كله كوست لي على الشركات، كمان على ارواح الاشخاص، بتؤدي الى لوس في حياه بني ادمين كتير موجودين على الريك سايد. عشان كده احنا بندرس كورس الويل كنترول اللي هو على قد ما نقدر نحاول نمنع اي ويل كنترول انسيدنتس او اي ويل كنترول ايشو ممكن تقابلنا، وازاي نتصرف معاها التصرف الصحيح عشان لا قدر الله الموضوع بتاعنا ما يتطورش. فنيجي نشوف بقى هنا ايه هي الحاجه اللي ممكن تمنع لي الفورميشن فلويدز دي من ان هي تخش لي جوه البير. عشان كده ظهر مصطلح جديد معانا اسمه الويل بارير. ايه هو الويل بارير ده؟
ده حاجه تقدر تصد لي او تمنعني against الفورميشن فلويد ان هي تخش لي البير وان هي توصل لي على السيرفس. عشان كده مصطلح البارير هنا ليه ثلاثه كاتيجوريز، بينقسم الى ثلاث حاجات. اول حاجه معانا هنا يا شباب اللي هي البرايمري ويل كنترول. ايه هو البرايمري ويل كنترول يا شباب؟ دوت ان انت بتستخدم المد او الدريلنج فلويد علشان يبريفنت الفورميشن فلويد من ان هي تخش لنا جوه البير، اللي هو السيتويشن دوت اللي هو الاوفر بالانس. بحاول استخدم وزن عمود الطفل بتاعي او الهيدروستاتيك بريشر بتاع المد ان هو يديني بريشر اعلى من الفورميشن فلويد، فبالتالي طول عمليه الدريلنج اوبريشن وانا بحفر انا الهيدروستاتيك بريشر بتاعي اعلى من الفورميشن، فبالتالي مفيش اي فورميشن فلويد بتخش. طيب لو عمود السائل دوت او المط بتاعي المط بريشر دوت مش كافي لان هو يمنع لي الفورميشن فلويد، في الحاله دي بقت الفورميشن بريشر اكبر من الهيدروستاتيك وبدا يخش لي الفورميشن فلويد جوه البير زي ما قلنا هنا في الكيك، وبعد كده ممكن يتحول للبلو اوت. ففي الكيس الثانيه دي وانس ان الهيدروستاتيك بريشر از نوت سفيشنت ان هو يبريفنت الفورميشن فلويد ان هي تخش لي جوه البير، في الحالة دي بيجي دور حاجة اسمها السكندري ويل كنترول. ايه هو السكندري ويل كنترول؟ ان انا ابدا استخدم الايكوبمنت زي ايه؟ زي البي او بي ستاك بتاعي، ابدا استخدم البي او بي من فوق من على السيرفيس، اقفل على طول اجينست الفلو دوت، اقفل سواء هقفل الانيولر او بعد كده ابدا اقفل الرامات بتاعتي وادي له سكة زي ما نشوف ونقرا البريشرات ونتعامل مع السيتويشن. طب لا قدر الله لو انا ما عرفتش اتعامل مع الكيك دي، ما قدرتش اكنترول السيتويشن واقفل البي او بي ومانجت فعلا الفورميشن فلويد ان هي توصل لي لحد السيرفس زي كده، في الحاله دي انا خسرت البرايمري ويل كنترول اللي هو المد وخسرت السكندري ويل كنترول اللي هو ايه يا شباب اللي هو البي او بي ستاك. في الحاله دي هيجي دور حاجه اسمها التيرشري ويل كنترول بارير. فايه هو بقى التيرشري ويل كنترول بارير يا شباب؟ ان احنا هنبدا نحفر بير جديد في مكان قريب من اللي هو حصل له بلو اوت دوت، ونبدا نبمب فيه، نبدا نضخ فيه كده سبيشال ماتيريال، جانك ماتيريال او هيفي ماتيريال في المنطقه اللي حصل لها بلون اوت اللي هي بتديني كيكنج دي، كيكنج من الفورميشن، وابدا ابمب فيها دايركشنال كده على المنطقه بتاعه الكيك لغايه ما اعمل لها بلوجنج تماما، فما تبقاش قادره ان هي تديني مور فورميشن فلويد على السيرفس. فدوت اسمه الريليف ويل او التيرشالي فاري. زي ما قلنا عندنا هنا البرايمري ويل كنترول دوت عباره عن يوز اوف الفلويد او المد تو بريفنت الانفلكس اوف فورميشن فلويد انتو ذا ويل بول، اسمه الهيدروستاتيك فاري. زي ما قلنا لو الهيدروستاتيك بارير خلاص حصل له فيلير يبقى في الحاله دي هنروح للسكندري بارير اللي هو الايكوبمنت اللي هو البي او بي، ابدا استخدم البي او بي تو كنترول الويل if the primary well control cannot be maintained او حصل له failure. اوكي بعد كده عندنا هنا تالت حاجه زي ما قلنا لو البرايمري فيل المط خلاص مش قادر يبريفنت الفورميشن فلويد ان هي تخش لي البير، بعد كده البي او بي مش قادر يمنعني الفورميشن فلويد من ان هي تطلع للسيرفيس، فيجي دور التيرشري ويل كنترول اللي هو ابدا احفر حاجه اسمها ريليف ويل دوت بير بحفره في مكان قريب من البير اللي هو حاصل له بلو اوت وابدا اضخ فيه اكني بانجكت كده فيه هيفي ماتيريال وسبيشال ماتيريال في المنطقه اللي هي فيها الكيكنج دي واعمل لها بلوجنج عشان ما تدينيش فلويدز ثانيه او ما تدينيش كيكنج ثاني. طيب عندنا كلاسيفيكيشن ثاني اكوردنج للاي دبليو سي اف للباريرز دي، اول نوع فيه اسمه البروسيجرال او الاوبريشنال بارير. During النورمال اوبريشن بتاعتك او drilling اوبريشن لما بتبقى بتعمل مونيتورنج للويل فور اني جين اور لوس ده اكوردنج للاي دبليو سي اف بنسميه بروسيجرال بارير او اوبريشنال بارير. يبقى لما نيجي نسالك ايه هو البروسيجر او الاوبريشنال بارير، حاجه اثناء الاوبريشن يبقى during الاوبريشن بتعمل مونيتورنج فور ذا ويل فور اني جين اور لوس، معنى اصح ان انت دايما بتتشيك البيت بتاعك for any gain or loss. تاني حاجة معانا اسمها physical barrier. ايه هو الphysical barrier؟ من اسمه كده physical فده something you can see and touch عشان كده بنسميه physical barrier. زي ايه؟ زي السيمنت بلوك، زي المد بتاعك
وزي البي او بي ستاك. عندنا ثالث نوع اسمه ميكانيكال بارير. فايه هو الميكانيكال بارير ده يا شباب؟ ده عباره عن بيس اوف ايكوبمنت تعمل كونتيل للفلو فروم الفورميشن. زي ايه؟ زي ان انا مثلا حفرت البير، بعد كده نزلت الكيسنج، عملت سيمنت اوبريشن، فالكيسنج بتاعتي بقت سيت ان بليس. في الحاله دي بنقول ان الامبرفوريتد كيسنج دي نوع من انواع الميكانيكال بارير. يبقى انا عندي بروسيجر اوبريشنال، عندي فيزيكال، عندي ميكانيكال بارير. كمان عندنا مصطلح موجود في الاي دبليو سي اف او عموما اسمه البارير سيستم او البارير انفلوب. So what is the barrier system or what's barrier envelope, guys? Barrier system ده عبارة عندي ان انا عندي more than one barrier acting together in place. ببدأ استخدم اكتر من barrier في نفس الوقت during the operation. طيب ال well control recommendation بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا لازم يكون عندي minimum two tested barrier in place. يبقى during مثلا drilling operation العادية، normal drilling operation العادية يا شباب، عندي ايه هو البارير سيستم او البارير انفلوب؟ عندي الهيدروستاتيك بريشر بتاع المد، ده البرايمري بتاعي. طب والسكندري؟ عندي الايكوبمنت اللي هو البي او بي. يبقى انا دايما عندي حاجه اسمها البارير انفلوب او البارير سيستم، اللي هو بيكون كومبينيشن اوف مينيمم تو باريرز. يكون عندي اثنين بارير موجودين مع بعض ان بليس ديورينج الاوبريشن. طب زي ما احنا قايلين من شويه ان انا لازم يكون عندي minimum two tested barrier existed in place. يعني ايه بقى tested barrier دي يا شباب؟ واكوردنج اصلا لل ABI ان هو no barrier cannot be called as a barrier till passing pressure test. ما فيش اي barrier اقدر اقول عليه barrier من غير ما يحصل له عملية ال pressure test. فايه هو انواع ال pressure test يا شباب؟ ممكن حد يشارك؟ البريشر تيست بي او بي. نعم، تيستنج بي او بي. تيستنج البي او بي ماشي، ده بريشر تيست. انواع البريشر تيست بقى، بريشر تيست اجينست فلو اند بريشر تيست وذ فلو. تمام، ف بيرمننت اند نون بيرمننت. تمام. طيب هو عموما البريشر تيست بنقسمه لحاجتين رئيسيتين، عندي حاجه اسمها بوزيتيف بريشر تيست والحاجه الثانيه اسمها نيجاتيف بريشر تيست. فنيجي نشوف كده مع بعض ايه هو البوزيتيف وايه هو النيجاتيف. نقرا بس كده المصطلحين دول عباره عن ايه ونشوفهم مع بعض. البوزيتيف بريشر تيست بيقول لك ان انت بتابلاي بريشر من السيرفيس سايد بتاع البارير مور ذان الفورميشن سايد. خلينا نشير معاكم كده الوايت بورد عشان نوضح شويه. لو انا مثلا عندي البير بتاعي زي كده، ده الدريل سترين، وعندي هنا سيمنت بلوك مثلا جوه البير، وعندي البير بتاعي فيه من هنا من فوق من مليان مض عادي، سي ان هو كان مثلا ايه 10 بي بي جي، والفورميشن بريشر بتاعك ايكوبلانت 9.5 بي بي جي. فاحنا عايزين نعمل حاجه اسمها بوزيتيف بريشر تيست او نيجاتيف بريشر تيست. فنشوف مع بعض كده. نتخيل ان احنا خدنا هنا السيمنت بلوك دي بره كده لوحدها، دي السيمنت بلوك. هنتكلم هنا عن البوزيتيف بريشر تيست، رقم واحد هنا ده البوزيتيف بريشر تيست، والتاني هنا النيجاتيف بريشر تيست. بالنسبه للبوزيتيف بريشر تيست يا شباب، بنخلي الهيدروستاتيك بريشر بتاعي اللي هو البريشر من السيرفيس سايد، ده اسمه السيرفيس سايد يا شباب، من فوق كده اسمه السيرفيس سايد، ومن تحت سيرفيس سايد، ومن تحت اسمه الفورميشن سايد. تمام، نفس الكلام هنا بالنسبه للثانيه، هنا السيرفيس سايد وتحت عندي الفورميشن سايد، فورميشن سايد. فنيجي نبص كده على البوزيتيف بريشر تيست بتاعي، بقول من التعريف بتاعه ان انا بخلي البريشر من السيرفيس سايد از جريتر ذان البريشر من الفورميشن سايد.
يبقى انا هبدا اطبق بريشر من فوق من هنا من السيرفيس سايد بتاع البارير اخليه اعلى من البريشر بتاع الفورميشن سايد. يعني ايه؟ يعني انا هبدا اران البامب بتاعتي ارفع بريشر عندي هنا على السيمنت بلاد او البارير بحيث ان انا يكون عندي البريشر من السيرفيس سايد اللي هو من فوق اعلى من البريشر من تحت، اعلى من البريشر بتاع الفورميشن اللي هو اللي تحت ده. طيب وبعدين يبقى انا مثلا اهوت ده هنا البريشر بتاعي وهنا التايم مثلا، ببدا اعلي البريشر بتاعي زي كده وبعد كده هيحصل له عمليه ايه؟ استابلايزيشن. اسيبه ثابت كده، اسيبه ثابت من مده مثلا من حوالي 10 الى 15 دقيقه وابدا اشوف هل البريشر بتاعي ده هيحصل له ليك ولا مش هيحصل له ليك، هينزل يضرب ولا لا. فلو هو تناه مستمر ثابت على القيمه دي مثلا من مده من 10 الى 15 دقيقه يبقى في الحاله دي البريشر تيست بتاعي سكسيدد، اوكي فاتس اوكي اكسبت. لكن لو حصل ان البريشر بتاعي دوت لقيته بدا ينزل، في الحاله دي حصل عندي ليك هنا في السيمنت بلاك وبدا يحصل كوميونيكيشن بتوين الاثنين، فبالتالي التيست دوت هيبقى نوت باست نوت اكسبتد ومحتاج اعمل ريتيست اجين، ان انا هشوف السيمنت بلاك دي اعمل فوقها السيمنت بلاك ثانيه واعمل لها بريشر تيست ثاني. طب نيجي نشوف بالنسبه للنيجاتيف بريشر تيست العكس بقى. انا عندي من هنا ده السيرفيس سايد ومن تحت الفورميشن سايد، فانا اخلي ان البريشر فروم الفورميشن سايد زي كده يبقى البي فروم الفورميشن، اوكي اخليه اعلى من البريشر اللي هو من السيرفيس، يبقى هنا يكون عندي البي فورميشن اكبر من البي سيرفيس. ده بالنسبه لاني كيس، ده بالنسبه للكيس بتاعه النيجاتيف بريشر تيست. ده بتاع هعمله ازاي يا شباب؟ لو انا مثلا عندي هنا الفورميشن بتاعتي ايكوفالنت ل 9.5 بي بي جي وكان عندي المد مثلا 10 بي بي جي، طيب عشان اخلي الفورميشن اعلى من الهيدروستاتيك بريشر يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل محتاج اعمل هنا ديسبليسمنت للهيفي مد ده بلايت مد، فهبدا اضخ من هنا مد خفيف اعمل ريبليسمنت للمض التقيل اللي جوه البير ده بدل 10 بي بي جي مثلا اخليه 9 بي بي جي بس. في الحاله دي بقى عندي البريشر من السيرفيس اقل من البريشر من الفورميشن، في الحاله دي اسمه نيجاتيف بريشر تيست. ونفس الكلام المفروض لو انا عندي هنا ده التايم وهنا ده البريشر، المفروض ان البريشر بتاعي هيتنيه ثابت فتره من الزمن لو اللي هي مثلا من 10 ل 15 دقيقه. طب لو فرضا لقيت بدا يحصل معايا بيلد اب والبريشر بيزيد، يبقى معنى كده حصل كوميونيكيشن من تحت لفوق وفي ليك في السيمنت بلوك دي، والبريشر اللي تحت بقى يدي البريشر اللي فوق، فعلى طول كده اعرف ان التيست دوت نوت اكسبتد ونوت باس، محتاج اعمل ريتيست اجين لسيمنت بلوك، احط سيمنت بلوك ثانيه واعمل لها نفس التيست بتاعنا. طيب حاجه كده في ال في ايه في النيجاتيف بريشر تيست ده يا شباب، معلومه يعني، واحنا بنعمله اول ما ببدا اضخ هنا اللايت مد مش بعمل الفول سيركوليشن كامله، مش بسيركل الناحيه بتاعه الانيولوس كمان معايا، لا ده انا اول ما بضخ الدريلنج سترين كاباسيتي بتاعي هنا باجي لغايه البيت واعمل حاجه اسمها ميد واي فلو تشيك. اول ما اضخ الدريل سترنج كاباسيتي بتاعتي ابدا اعمل حاجه اسمها ميد واي فلو تشيك، اروح اعمل فلو تشيك اشوف في عندي فلو على السيرفيس ولا مفيش فلو يبقى تمام واكمل عمليه الديسبليسمنت لللايت مود. لكن لو لقيت فلو على طول اقوم عامل ريفرس سيركوليشن من هنا من الانيولس سايد واقوم ضاخخ الهيفي مود تاني عشان اكيب السيتويشن وما اخدش انفلوكس جوه البي. ده كده بالنسبه للنيجاتيف بريشر تيست والبوزيتيف بريشر تيست. يبقى باختصار تاني البوزيتيف بريشر تيست يكون عندك البريشر من السيرفيس سايد اكبر من البريشر فروم الفورميشن سايد، انما لما نيجي نتكلم عن النيجاتيف يكون عندي البريشر من الفورميشن سايد اللي هو اللي تحت اكبر من البريشر فروم السيرفيس سايد. طيب كويس. طب يا شباب انتوا what do you think؟ النيجاتيف بريشر تيست از ريكومندد ولا البوست بريشر تيست؟ اني واحد فيهم اللي يفضل ان انا استخدمه
في الـ pressure testing operation. Depend on the availability. Availability, okay, دي number one. Yes. Number two بقى, it depends on what. يبقى أنا عندي الـ negative pressure test بنقول إن هو recommended. ليه recommended؟ لأنه في اتجاه الفلو بتاعي. It is in the direction of the flow. So once إن مثلا الـ cement block دي can withstand or contain the flow from below, يبقى ده it's okay. ليه؟ لأنه in the direction of the flow. وأنا أصلا عامل الـ barriers ليه؟ علشان تكونتين الـ pressure بتاعي من تحت. تمنع لي أي flow يجي لي من تحت لفوق. فيبقى عندي هنا according لي الـ well control recommendation بيقول لك إن أنت لازم أو مش لازم يفضل إن أنت تعمل الـ negative pressure test. ليه؟ لأنه in the direction of the flow. نرجع تاني كده للـ presentation. فيبقى عندنا الـ positive pressure test زي ما قلنا إن أنت apply pressure on the surface side of the barrier more than the formation side. Okay؟ والـ negative test بتاعك أو الـ inflow test كمان بنسميه اسم ثالث اللي هو الـ dry test. دوت إن أنت بت apply pressure in the direction in the flow اللي هو الـ formation side more than the surface side of the barrier. وبنقول هنا إن الـ negative test is recommended because it is in the direction of the flow. زي ما إحنا لسه قايلين we need minimum two tested barrier in place. كمان هنا نقطة مهمة بيقول لك إن إحنا يفضل إن إحنا نعمل pressure test عن الـ cement block والـ liner lab. النقطتين دول بالذات، ليه النقطتين دول بالذات يا شباب؟ لأن هما نقطتين two points of communication. فلو جينا نشوف هنلاقي إن النقطتين دول في communication بينهم وبين الـ formation fluid أو formation pressure. لو جينا رجعنا تاني هنا هنلاقي إن إحنا بنتكلم على two cases رئيسيين. رقم واحد كيس الـ cement block لو أنا عندي البير بتاعي كده. رقم اتنين لو أنا عندي الـ liner lab. دي الـ liner متعلقة بالـ liner hanger. فالمنطقة اللي بين الاتنين cases دول casing دول اسمها الـ liner lab. فيبقى أنا عندي هنا لو أنا عندي cement block زي ما إحنا لسه قايلين وعندي هنا اللاينر لاب برضو زي ما احنا لسه قايلين. طيب انا عندي هنا دي الفورميشن بتاعتي وفيها الفلويدز. فانا عندي سيمنت بلاج او اللاينر لاب الاثنين دول مانعين لي الفورميشن فلويد او الفورميشن بريشر ان هو يوصل لي جوه البير. عشان كده بنقول ان احنا لازم نتست المنطقه دي اللي هي اللاينر لاب والسيمنت بلاج، نعمل لهم بريشر تيست عشان نتشيك الانتجريتي بتاعت الويل بتاعنا. الويل انتجريتي ده عموما ده كورس كبير لوحده، بس احنا هنا لازم نتست النقطتين دول لانهم two points of communication. يفضل ان احنا نعمل لهم انفلو تيست او نيجاتيف بريشر تيست عشان نتاكد ان مفيش اي ليك بيجي لي من المنطقه دي، مفيش اي فلويد يقدر يخش لي جوه البير ديورنج الاوبريشن بتاعتنا. ده كده بالنسبه للتو مين بوينتس اللي هي اللاينر لاب، المنطقه بين اثنين كيسنج اسمها اللاينر لاب والسمنت بلاج زي ما احنا لسه متكلمين عليه. تمام، نيجي بعد كده يا شباب نتكلم فيها عن البريشر كونسبتس. ايه هي بقى البريشر كونسبتس زي ما احنا لسه قايلين في بدايه الكورس؟ عندنا two main pressures. رقم واحد اللي هو الهيدروستاتيك بريشر اللي هو بيجي لي نتيجه وزن عمود الطفله بتاعي. تاني حاجه اللي هو عباره عن الفورميشن بريشر. دول الاثنين بريشر الرئيسيين المتحكمين في عمليه الدريلنج عموما. طول ما انا عندي هيدروستاتيك اكبر من فورميشن يبقى انا كده اسمي اوفر بالانس بريشر سيتويشن ومفيش فورميشن فلويد بتخش لي. وزي ما قلنا ان المينيمم اوفر بالانس بريشر اللي هو تقريبا 200 بي اس اي او ايكوفالنت لنص بي بي جي. ده كده بالنسبه للمينيمم اوفر بالانس. وانس ان انا عندي الهيدروستاتيك مش قادر يسبورت الفورميشن فلويد او يمنعها ان هي تخش لي جوه البير يبقى انا هبقى في اندر بالانسد سيتويشن. ومن الاسباب اللي انا تخليني اندر بالانس سيتويشن ان انا يكون عندي الفورميشن بريشر بتاعتي دي عاليه لاي سبب من الاسباب زي اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الابنورمالي بريشر فورميشن كوزز، الاسباب اللي بتخلي الفورميشن بريشر بتاعتي تعلى عن الطبيعي بتاعها.
فنيجي نشوف اول بريشر معانا اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. من اسمه كده هيدرو ليها علاقه بكلمه فلويد وستاتيك means you are in rest, you are stationary, انت في حاله سكون. فيبقى ايه هو الهيدروستاتيك بريشر؟ هو عباره عن البريشر exerted by column of fluid at the rest. ازاي نحسب بقى الهيدروستاتيك بريشر يا شباب؟ هيدروستاتيك بريشر just ان انت بتابلاي الايكويشن equal المود ويت تايمز TVD تايمز الK اللي هو الكونستانت. وحده البريشر بتاعي بتبقى PSI pound per square inch. المود ويت عباره عن PPG pound per gallon والPVD بتاعي بيتقاس بوحده الفيت. عندنا هنا دوت conversion factor اللي هو بيساوي 0.052. طيب ايه هي فايده الconversion factor او الثابت بتاعي دوت؟ ان هو يحول لي الوحدات بتاعتي من PPG مضروبه في الفيت، الاثنين دول في بعض، هيحولها لي الى البي اس اي او الباوند بير سكوير انش. يبقى انت هنا تو ميك ذات هابن اللي هو ان انت تحول الوحدات بتاعتك دي، محتاج ان انت يكون عندك هنا كونفرجن فاكتور اللي هو ثابت 0.052، واليونت بتاعته في الحاله دي هتساوي بي اس اي بير فيت. طيب في المعادله بتاعتنا دي او في الايكويشن بتاعتنا دي يا شباب، عندنا الهيدروستاتيك بريشر كده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المود ويت. لو المود ويت عالي يبقى هيدروستاتيك بريشر عالي، لو المود ويت قليل يبقى الهيدروستاتيك بريشر قليل. وكمان بيعتمد على حاجه اسمها التي في دي او الترو فيرتيكال ديبث. يبقى انا في الحاله دي الهيدروستاتيك بريشر بتاعي ملوش علاقه بحاجه اسمها الميجر ديبث. ايه هو الفرق بين التي في دي والام دي؟ لو بصينا كده ده كده الميجر ديبث اللي هو بشوف المسافه اللي انا خدتها من فوق لحد ما وانا واقف عند الدريلنج اللي هو التارجت بتاعي او المنطقه اللي انا انهيت فيها عمليه الدريلنج. لكن التي في دي اللي هو باخد المسقط الراسي بس، الازاحه الراسيه بس. عشان كده مثلا ادي هنا الاثنين ليهم نفس التي في دي، بس هنا الميجر ديبس اكبر من البير ده لانها ديفييتد. في الحاله دي بيبقى معايا الزاويه وبيكون معايا الميجر ديبس اعلى بكتير من التي في دي. كمان يا شباب بنقول ان انت مثلا عندك هنا التي في دي، هيكون التي في دي هو هو الميجر ديبس بالنسبه للبير الفيرتيكال، لكن البير اللي هو ديفييتد او في اي دايركشنال في الحاله دي هتلاقي ان انت عندك دايما الميجر ديبس اعلى من التي في دي. كمان في الميجر ديبس دي بنحتاجها دايما واحنا بنحسب الكالكوليشنز او الحسابات بتاعه الفوليومز. ليه؟ لان لو انا عندي بايبز هنا جوه البير ده كله، فاللينس بتاعها كله مليان فلويد، كمان الانيولس اللينس كله مليان فلويد، عشان كده باخدها في الكالكوليشن بتاعت الفوليوم. لكن لو انا بحسب بريشر هيبقى عندي البريشر في المنطقه دي اللي هي التي في دي بيساوي نفس البريشر في المنطقه دي اللي هي برضو تي في دي. عشان كده بنقول ان الهيدروستاتيك بريشر بتاعنا only concern about التي في دي ترو فيرتيكال ديبث. يعني لو جيت مثلا فور اكزامبل عندي هنا ديفرنت شيبس، عندي اشكال كتيره مختلفه، فالهيدروستاتيك بريشر هنا عند القاع بيساوي الهيدروستاتيك بريشر هنا بيساوي هنا بيساوي هنا بيساوي هنا، تمام؟ فيبقى هنا عندي ان الهيدروستاتيك بريشر بيديبند على التي في دي نوت الميجر ديبس. لو جيت تحسب هيدروستاتيك بريشر عند الديفرنت شيبس دي كلها هتلاقيه واحد. ليه؟ لانهم كلهم فيهم نفس الفلويد، كمان ليهم نفس التي في دي. اذا لما تطبق الايكويشن يبقى كلهم ليهم نفس ال hydrostatic pressure. Okay, you have to consider vertical height or depth of the fluid column, not the shape of the hole, as it doesn't matter. نيجي نبص كده معانا مصطلح تاني يا شباب اللي هو ال hydrostatic pressure gradient. يعني ايه بقى ال hydrostatic pressure gradient؟ يعني ان انا بشوف ال hydrostatic pressure بتاعي كله قد ايه واقسمه على ال depth بحيث ان انا اجيب كل واحد فوت في كام بي اس اي. فلو بصينا للشكل اللي قدامنا ده، هو مثلا بيقول لك ان احنا عندنا هنا 6 فيت. فسي ان احنا مثلا معانا البريشر الهيدروستاتيك بريشر لما طبقنا الايكويشن دي لقينا مثلا هيدروستاتيك بريشر في قاع البير دوت مثلا 60 بي اس اي. فلما اجي احسب الحاجه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الهيدروستاتيك بريشر جريديانت، هقول ان انا عندي هنا 60 بي اس اي اقسمه على التي في دي كله دوت اللي هو 6 اديني 10 بي اس اي.
يعني انا عندي هنا كل واحد فيت ليه 10 بي اس اي، فلو جيت جمعت هنا 10 بي اس اي مع 10 مع 10 مع 10 يديني هنا ال 60 بي اس اي بتوعي اللي هم من البدايه. يبقى ايه هو الهيدروستاتيك بريشر جراديانت يا شباب؟ ان احنا بناخد الهيدروستاتيك بريشر كله از قيمه واحده، اوكي از رقم واحد، واقسمه على التي في دي بتاعي دوت. ففي الحاله دي يبقى حتى لو انا جيت اطبق ايكويشن الهيدروستاتيك بريشر بتساوي الفلويد جراديانت تمام مضروبه في التي في دي، فلويد جراديانت بي اس اي بير فيت مضروبه في التي في دي اللي هو بالفيت، فيت يروح مع فيت يتبقى لي في اس اي. طب نيجي نشوف معاكم كده الاكزامبل ده شباب، كده ممكن نبص عليه. ممكن نشوف السؤال ده شباب كده، بيقول لك to convert the mud weight to their respective pressure gradient we multiply the mud weight by 0.052. فهو مدي لك هنا mud weight بتاعك تقريبا 10 بي بي جي، وهو عايز يحسب ال pressure gradient. ماشي، بوينت 0.52 تمام. ان انت جاست ان انت ابلاي الايكويشن ضربت المود ويف بتاعك اللي هو 10 بي بي جي في ال 0.52 الثابت بتاعنا، تمام الاجابه بتاعتنا 0.52 بي اس اي بير فيت. طب نشوف السؤال ده كده، خمسة 525 5525. ده احنا كده حسبنا ايه يا باشمهندس ايزك؟ احنا عايزين نحسب المود ويت مش الهيدروستاتيك. 12.5 تمام. لو جينا بصينا على الاكزامبل دوت يا باشمهندس هيثم، هو مدينا هنا ايه؟ مدينا بريشر جريدينت ومدينا ديبس. الديبس ده احنا مش هنهتم بيه قوي، احنا اللي نركز عليه هنا هو مدينا الجريدينت بتاعنا اللي هو 0.65 65 من 100 بي اس اي بير فيت. طيب احنا لسه قايلين من شويه ان احنا عندنا البريشر جريدينت بيساوي ايه؟ بيساوي المود ويت في ال 0.052. يعني لو رجعنا تاني كده للسلايد بتاعنا اهو، عندنا هنا الهيدروستاتيك بريشر بيساوي مود ويت في تي في دي في 0.52. بعد كده لما انا حبيت اقول ان هو بيساوي فلويد جراديانت في تي في دي، رحت ايه؟ رحت شايل الاثنين دول اللي هو المود ويت وال 0.52 وسبت التي في دي. معنى كده ان انا عندي الفلويد جراديانت بتاعي بيساوي المود ويت في ال 0.52. فلما نيجي نشوف في الاكزامبل كده هنلاقيه مدينا ايه؟ مدينا هنا الفلويد جراديان اللي هو بيساوي المود ويت في ال 0.52. فلما هو يحب يحسب المود ويت يبقى على طول اقسم على الرقم بتاعي اللي هو ال 0.052 وزود تيكن انتو كونسيدريشن الرقم دوت اللي هو 8500 فيت. واضحه كده؟ تمام. بعد كده هنبدا نتكلم معاكم عن الفورميشن بريشر. زي ما احنا لسه قايلين من شويه ايه هو الفورميشن بريشر او الديفينيشن بتاعه والتعريف بتاعه، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البريشر اكزيرتد باي فورميشن فلويدز وذين ذا بور سبيس. هو عباره عن ضغط السائل اللي موجود جوه البور سبيس بتاعتي جوه الروك. هو الفلويد اللي حاصل ليه عمليه ترابنج، فبقى نتيجه الاوفر فلاينج ويت بتاع الروكس بتاعتي مدياله بريشر. بريشر عندك معمول له كده عمليه ترابنج، مخنوق في مكان معين، فهو ده اللي مديني حاجه اسمها فورميشن بريشر. طب لو جينا بصينا كده عندنا الفورميشن بريشر دوت، الفورميشن بريشر جراديانت بتاعي
بنقسم لحاجتين رئيسيتين. أول حاجة عندي رقم هنا، رقم ثابت اللي هو 0.465 psi per feet، ده اسمه النورمال فورميشن بريشر جراديانت، ودوت خدناه از رقم ثابت كده، رقم كونستانت، عن طريق ان العلماء راحوا في منطقه الجولف اوف مكسيكو، خدوا فورميشن ووتر عاديه وبداوا يعملوا عليها الدراسات بتاعتهم، لحد ما توصلوا ان النورمال فورميشن جراديانت، الترند الطبيعي بتاعي ان انا يكون عندي نورمال فورميشن جراديانت ايكوال ل 0.465 بي اس اي بير فيت. طيب لو انت اكبر من الرقم دوت از جريديانت، يبقى انت في الحاله دي ابنورمال فورميشن بريشر. طيب لو انت اقل منه برضو از رقم يعني از جريديانت، يبقى انت سبنورمال فورميشن بريشر. طيب اللي يعنينا او الحاجه اللي تهمنا شويه في الجزئيه دي اللي هو الابنورمال فورميشن بريشر. فلو جينا نشوف ان ليه هو المهم بالنسبه لي، لان لو انا بحفر البير بتاعي في منطقه معينه، فانا الطبيعي ان انا اي ثينك ان الفورميشن دي نورمال، فعامل الدريلنج بروجرام بتاعي او المود ويت ان هو يكون يديني اوفر بالانس مناسب للبريشر بتاع الفورميشن اللي هو بيساوي رقم معين. فلو انا جيت لقيت الفورميشن دي وانا بحفر ابنورمالي بريشر، معنى كده الفورميشن مره واحده عليت مني، فهلاقي ان انا بقيت في حاله اندر بالانس وابدا اخد كيك جوه البير. عشان كده الابنورمال فورميشن بريشر مهم جدا، مهم جدا ان انت تايدنتيفاي، تتعرف عليه وتعرف ايه هي اسبابه، ويكون في كوميونيكيشن كويس بينك وبين الجيولوجيكال تيم وكل الناس المسؤولين عن الدريلنج انجينيرنج او الريزرفوار انجينيرنج، بحيث ان احنا نحدد ايه هي الطبقات اللي ابنورمالي بريشر. فلو جينا زي ما احنا قلنا هنا، الطبيعي بتاعي ان انا بيكون الهيدروستاتيك اعلى من الفورميشن وبحفر عادي، وببقى في الكيس اللي هي بتاع الاوفر بالانس. بس وانس ان انا يحصل لي ان انا قابلت كيس معينه فيها ابنورمالي بريشر فورميشن، هيبدا لو انا ما اتعاملتش صح مع الموضوع دوت، تبدا فورميشن فلويد تخش لي جوه البير وابقى في حاله اندر بالانس سيتويشن. فنيجي نبص كده على السؤال دوت كده بسرعه. مدينا هنا فورميشن بريشر عند 1200 فيت بتساوي 601، ومدينا مود ويت 10.5. بيقول لك البريشر هنا هيبقى نورمال اب نورمال ولا سب نورمال يا شباب؟ شباب صفا وهيثم، ايوه دقيقة يا حبيبي، هيبقى ايه؟ البريشر هيبقى ماشي ماشي، تيك يور تايم. abnormal هنا هو abnormal. abnormal ليه بقى؟ عملته ايه؟ البريشر على التي في دي، البريشر على التي في دي، تمام مظبوط. يبقى هنا المود ويت ملوش اي علاقه بالموضوع. احنا بنشوف الاول الفورميشن جراديانت بتاعنا اللي هو البريشر على التي في دي، هيبقى 601 على 1200 هيديني
0.5 اقارن الرقم دوت بالنورمال بتاعي اللي هو 0.465 يطلع اكبر منه في الحاله دي يبقى الفورميشن بتاعتي abnormal. تمام. طيب نبص كده على السؤال الثاني ده. شوف كده السؤال ده. What is mean by abnormal pressure related to the fluid pressure in the formation? بيسألك عن تعريف الـ abnormal pressure. C. Formation fluid pressure that exceed the formation water hydrostatic. يبقى احنا واخدين الرقم بتاعنا اللي هو 0.465 اللي هو النورمال بتاعنا على formation water. اوكي. طيب كويس يا شباب. طب نيجي بعد كده بقى نشوف الاسباب بتاعتنا اللي هي بتخلي الفورميشن بتاعتنا تنتقل من الكيس ان هي نورمال فورميشن بريشر للكيس اللي هي ابنورمال فورميشن بريشر. هنلاقي ان احنا عندنا ديفرنت كوزز او ديفرنت ريزن. ممكن حد يشارك معانا كده شباب ايه هي الاسباب اللي تخلي الفورميشن بتاعتي ابنورمالي بريشر؟ البردن ستريس اندر كونفكتد شيل. تمام كويس. ايه تاني؟ روك فيها روك روك فول. اوكي كاركترستيك او فيتشرز بالنسبه للفورميشن زي ان انا يحصل عندي فولت. اوكي او يحصل كوميونيكيشنز بتوين الطبقات بتاعتي اللايرز او ممكن يكون عندي ارتيزيان ويل. خلينا نشوف معاكم كده ايه هي الاسباب دي. اول نوع معانا اللي هو اسمه الاندر كومباكتد شيل سان. الطبيعي يا شباب ان احنا واحنا في الميكانيكيه بتاعه تكوين الفورميشن نفسها ان انا بيبدا يتكون عندي طبقه من الفورميشن بعد كده يتكون عليها طبقه يتكون عليها طبقه نتيجه التايم كده بيبدا يحصل عمليه سيدمنتيشن او تكوين الطبقات بتاعتها. طيب نتيجه الضغط بتاع الطبقات اللي فوق ديت تبدا تحصل لي حاجه او عمليه اسمها دي ووترنج. السهوم السمراء دي معناها ان انت الووتر بيبدا يخرج من البور سبيس بتاعته من الفورميشن ويطلع نتيجه الكومباكشن. طيب انا هنا لو انا عندي طبقه شيل بدات تتكون عندي فلو جينا بصينا هنا حاجه زي كده طبقه الشيل دي طبقه من الخواص بتاعتها ان هي امبيرميبل ملهاش نفاذيه مش بتسمح بمرور مثلا الفلويد او الجاز او اي حاجه منها. فهلاقي ان انا كان بيحصل عندي عمليه الدي ووترنج كان الووتر بيبدا يخرج من فورميشن اللي تحت يطلع للي فوق وهكذا نتيجه ان هو بينضغط فالفلويد بيخرج زي بالظبط لو انا عندي سفنج او كده مليان ميه بضغط عليه الووتر بيطلع. لا انا هنا اتكون لي طبقه بقى اللي هي طبقه الشيل دي اللي هي امبيرميبل فبدات تمنع لي الووتر ان هو يخرج. الووتر هنا كان عايز يخرج مش عارف فبالتالي بيبدا يحصل له عمليه ترابنج بيبدا هنا يتكون والضغط بتاعه بيحصل له زياده طبعا نتيجه الديب بيرد دوت فبيحصل هنا في المنطقه دي ان هي بتبقى ابنورمالي بريشر. لو جينا بصينا على الترند بتاعنا كده يعني مثلا لو احنا هنحفر بير الاقي ان انا عندي الفورميشن من اول هنا عادي كده البريشر بتاعي طبيعي نورمال فورميشن بريشر جريدينت اللي هو 0.465 بس وقت ما جيت عند الطبقه بتاعت الامبرميبل شيل ديت بدا يحصل عندي هنا شيفت شويه بدا يزيد معايا نتيجه ايه؟ نتيجه الاندر كومباكتد شيل ستاند اللي هو بدا يعمل لي عمليه ترابنج للفلويد فبدا الضغط بتاعها يزيد ومش بيحصل اي ايفنت منه للفورميشن اللي فوق. علشان كده لو انا بحفر اي بير وجيت مش واخد في اعتباري او في حساباتي ان انا عندي هنا اندر كومباكتد شيل ساند فبالتالي مش عامل ان انا هقابل طبقه ابنورمالي بريشر. فبالتالي لو انا مصمم المد ويت بتاعي على انه يبقى مثلا 10 بي بي جي فهاجي احفر المنطقه دي فهاخد كيك على طول هبقى اندر بالانس لان المفروض ان انا كنت اديزاين الدريلنج فلويد بتاعي او المد بتاعي اكوردنج للسيتويشن بتاع الابنورمالي بريشر فورميشن. طيب نيجي لتاني سبب معانا اللي هو السبب المهم جدا اللي هو الجاز كاب روك. يعني ايه كاب روك يا شباب؟ يعني سيلينج فورميشن. يبقى اي كلمه كاب روك دي
اللي هي ceiling formation او impermeable formation زي الطبقه دي بالظبط، الطبقه البيضاء دي. يعني ايه بقى كاب روك؟ يعني برضو impermeable، بتمنع الكوميونيكيشن او النفاذيه بتاعه الفلويد من تحتها لفوقها او من اي مكان، بتمنع مرور الفلويدز عموما. فبالتالي انا عندي هنا نتيجه ان الدنسيتي بتاعه الفلويدز مختلفه، فعندي ان الجاز هو اقل دنسيتي، فيبقى ديو تو اللور دنسيتي اوف الجاز دوت بيميل ان هو يحصل له عمليه ميجريشن اب، اوكي، نتيجه ان هو اقل دنسيتي فبيحاول يطفو على الفلويدز الثانيه. يبقى ترتيب الدنسيتي بتاعه الفلويدز بتاعتنا اللي هو الجاز من فوق تحته الاويل تحته الووتر، دنسيتي اقل فاعلى فاعلى، اخر حاجه اللي هي الووتر. طيب انا دلوقتي الجاز بتاعي نتيجه ان هو اقل دنسيتي بيحاول يطلع لي فوق ويمشي، يحصل له ميجريشن او اكسبانشن، فجه قابل هنا المنطقه دي اللي هي الكاب روك او الامبرميبل فورميشن، فبالتالي حصل له عمليه ترابنج هنا في المنطقه دي وما بقاش عارف يطلع منها. فلو جينا حفرنا بير في المنطقه دي العاديه دي هلاقي البريشر بتاعي عادي، بلاقي نورمال فورميشن بريشر. لكن لو جيت احفر في الجاز كاب هنا هلاقي ان انا عندي بي اب نورمال اللي هو الاب نورمال بريشر هنا، اللي هو ليه كالكوليشن معينه اللي هي بتساوي البي فورميشن العاديه ناقص البريشر بتاع الجاز. طب خلينا كده نشوف مع بعض باكزامبل الارقام عامله ازاي عشان يوضح لنا الفرق بين الاثنين. انا مثلا لو انا عندي ادي ده الكاب روك وعندي هنا ده السيرفيس بتاعي، عندي بريمه هنا وعندي بريمه هنا في العادي بتاعي، وعايز احفر بير هنا في المنطقه العاديه وعايز احفر بير تاني في المنطقه اللي هي الابنورمال، اوكي، ده هنا ده كده السيرفيس او الجراوند بتاع العادي. فنيجي نشوف مثلا سي ان احنا عندنا هنا التي في دي بتاعنا نقول 10,000، ماشي، 10,000 فيت لحد هنا 5,000 فيت، وبالتالي يبقى الجزء اللي فاضل الثاني دوت 5,000 فيت برضه. وعندي هنا ده كده الجاز اللي هو حاصل له عمليه ترابنج اللي الجريدينت بتاعه 0.1 بي اس اي بير فيت. طيب انا كده عايز اقارن، لو انا عندي بير بحفره في منطقه عاديه عند نفس الدبس اللي هو عند 5,000، ولو انا هحفره عند abnormal formation pressure عايز اشوف البريشر هنا هيبقى قد ايه وهنا هيبقى قد ايه عشان نعرف الفرق بين الاثنين. فاول حاجه خلينا هنا في المنطقه العاديه اللي هي النورمال دي نسمي النقطه اللي فوق دي نقطه رقم 1 ودي نقطه رقم 2، لا سوري، يبقى انا عندي، خلينا نرجع باك، تمام، يبقى انا عندي النقطه دي نقطه رقم 1 ودي نقطه رقم 2، ماشي، عايز احسب البريشر هنا والبريشر هنا. فاول حاجه عندنا في النقطه رقم 1 دي عشان نحسبها هنقول ان انا عندي البريشر ات رقم 1 بيساوي ايه؟ بيساوي النورمال بريشر جراديانت اللي هو 0.465 في 5,000 فيت. نضربهم مع بعض كده يا شباب ونشوف الرقم الناتج. يبقى 4,650 على الاثنين يبقى 2,325 بي اس اي. ده كده هنا ايه؟ البريشر في المنطقه النورمال. طيب لو عايزين نحسب البريشر عند النقطه رقم 2 بقى، البريشر هنا اللي هو الابنورمال ليه قانون بيساوي، اقول لك يساوي البي بتاع الفورميشن العاديه عند التوتال ديبس اللي هو هنا عند ال 10,000 ماينس البريشر بتاع الجاز اللي هو في المنطقه دي، يبقى هنا ماينس البريشر اوف الجاز. طيب عشان نجيب البي فورميشن في التوتال ديبس هنا هيبقى بيساوي ايه؟ نغير اللون. يبقى احنا هنا عشان نحسب البريشر عند النقطة 2 هيساوي البي فورميشن عند التوتال ديبس اللي هو 10,000، يبقى بيساوي 0.465 مضروبة في ال 10,000، تمام؟
ماينس البريشر بتاع الجاز. طب البريشر بتاع الجاز بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الثابت دوت اللي هو الجريديانت دوت في الدبس بتاعه اللي هو 5000، يبقى بيساوي هنا 0.1 مضروبه في 5000. نحسبها مع بعض كده يا شباب، نشوف البريشر هنا هيبقى عند النقطه 2 بيساوي ايه. هيساوي نخلص دوت كده 4650 ناقص 0.1 في، يبقى ناقص 50، هيساوي 4600. هنا هيساوي ايه؟ 1/10 في 5000 يبقى 500، سوري يبقى باك 450. اوكي صح، 4150 في السعر. طب بقى خلينا بقى نتخيل كده الفرق بين الرقمين اللي هو الفرق الرهيب دوت. لو انا جيت حفرت فير هنا في المنطقه دي اللي هي رقم 2، الاقي البريشر 4150 بي اس اي، مع ان الطبيعي بتاعه او النورمال بتاعه عند نفس الدبس بتاعه كان كام؟ كان 2325. انت متخيل الفرق قد ايه؟ تقريبا الضعف. فلو انا بحفر البير بتاعي ومتخيل ان المنطقه ديت نورمال فورميشن بريشر، هبقى مثلا مخلي المود ويت بتاعي ان هو يكون 11 بي بي جي، لا ده انا محتاج بقى كده 13 بي بي جي مثلا عشان اقدر اتعامل مع الطبقه اللي هي البريشر بتاعها دوت عالي جدا. فلو انا ما خدتش في اعتباراتي او not taken into my consideration ان انا عندي abnormal pressure cold، في الحاله دي هاخد كيك على طول ما فيهاش كلام. يبقى انا دايما لازم اكون عارف ايه هي الاسباب بتاع الابنورمالي بريشر فورميشن، ازاي اتعرف عليها وازاي اتعامل معاها وانا بحفرها، زي ما نشوف كمان شويه في الكيك وارنينج سايت. فده يا شباب بيوضح لنا الفرق بين النورمال فورميشن بريشر ولما يكون عندي ابنورمال فورميشن بريشر، بيكون الفرق عامل ازاي في البريشرات بتاعتي. يعني لك ان تتخيل الفرق الرهيب ده من 2325 ل 4150. نرجع تاني نكمل بقية الأسباب بتاعتنا. اتكلمنا عن الـ Under Compacted Shell Sand، واتكلمنا عن الجاز كاب بتاعتنا. خلينا نشوف كده. تالت سبب معانا يا شباب اللي هو الـ Surcharged Formation. إيه هي الـ Surcharged Formation دي؟ ان انا بيكون عندي مثلا هنا بير زي دوت في باد سيمنت جوب، فبالتالي بدا يحصل عندي كوميونيكيشن بتوين الطبقات. بدات الطبقه اللي تحت دي بدات تدي الطبقه اللي فوقها بريشر نتيجه الكوميونيكيشن اللي حاصل بين الطبقات دوت. فلو انا جيت مثلا حفرت بير تاني هنا في المنطقه دي، هكون متوقع ان البريشر عندي يكون نورمال فورميشن بريشر اللي هو بيساوي الدبس بتاعي از تي بي دي ترو فيرتيكال دبس، اضربه في ال كونستانت اللي هو 0.465، فاكون متوقع ان هنا نورمال فورميشن بريشر. ولكن نتيجه وجود السيرشارجد فورميشن او الطبقات اللي بتدي لبعضها في كوميونيكيشن كده، فلاقي ان البريشر هنا عالي مره واحده وبقى ابنورمال بريشر. فلو انا برضو مش واخد انتو ماي كونسيدريشن ان في هنا سبب من اسباب الابنورمالي بريشر فورميشن، هلاقي نفسي على طول بقيت اندر بالانس وهياخد كيك. نفس الكلام هنا عندنا الفولت. الفولت دوت ناتج نتيجة جيولوجيكال ايشيو او جيولوجيكال ماتر، نتيجة اسباب جيولوجية او مثلا زي تكتونيك موفمنتس، حصل تكتونيك موفمنتس او تصدع في الفورميشن فنتج عنها الفولت. اللي هو ايه الفولت بقى؟ ان انا عندي فورميشن بتطلع لفوق وفورميشن بتنزل لتحت، بيحصل اب اند داون. فنلاقي مثلا ان انا كان عندي الفورميشن المكان الطبيعي بتاعها هنا عند دبس مثلا قول 3000 فيت، فلقيت ان نفس الفورميشن اللي هي اللون الاصفر طلع لي الدبس اقل، شالور دبس اوكي سي عند 2000 فيت، بس طالع بنفس البريشر. دي الحاجه الغريبه بقى. يعني انا كان عندي البريشر بتاعي، لو قلنا ان انا عندي البريشر هنا 3000 بي اس اي، هلاقي هنا نفس ال 3000 بي اس اي بس عند دبس اقل. فلو انا بحفر بير هنا في المنطقه دي الاقي البريشر عادي خالص نورمال فورميشن بريشر، لكن لو جيت حفرت في المنطقه دي هلاقي ان انا قابلني بريشر عالي جدا عن
ديبس اقل. يعني انا متوقع قبل الفورميشن دي عند 3000 فيت ببريشر مثلا 4000، لا انا قابلتها عند 2000 فيت بنفس البريشر اللي هو 4000. فلو انا مش عامل الحسابات بتاعتي وعارف ان انا هقابل الطبقه الصفراء دي في شالوور ديبس هنا، على طول هقع اندر بالانس واخد انفلوكس جوه البير. فالفولت هنا سبب من اسباب الابنورمالي بريشر فورميشن. نيجي لاخر سبب معانا هنا، الارتيزيان ويل. سمعتوا عنه يا شباب قبل كده الارتيزيان ويل؟ سمعنا. ايه هو بقى الارتيزيان ويل؟ اليوتيوب افكت، اللي هو يكون المصدر السورس اوف ووتر اعلى من الريف فلو. بالظبط. يبقى الارتيزيان ويل ان انا بيكون عندي الليفل هنا بتاع الريج بتاعتي بيكون اقل من او بلو سورس اوف ووتر. انا لما باجي احسب الفورميشن بريشر بتاعي باخد ايه؟ باخد التوتال تي في دي واضربه في ال 0.465. فانت هنا لو انت شغال هنا كده متخيل ان ده معاك التي في دي بس، السكشن الاخضر ده، واحملت او عملت نجلكت للجزء الثاني دوت اللي هو فيه ووتر وفيه كوميونيكيشن بالووتر، فبالتالي هتعمل الكالكوليشن بتاعتك على تي في دي اقل، فهتطلع فورميشن بريشر اقل، فهتبني عليها ان انت بتعمل دريلنج بروجرام وبتختار نوع مد معين فتكون الديناستي بتاعته اقل فتاخد انفلوكس. عشان كده في الارتيزيان ويل لازم طبعا ناخد انتو كونسيدريشن الحته بتاعه الليفلز، هل انا تحت ليفل ووتر ولا اعلى منه. ده كله بيجي من الليفلنج في الاول في اختيار الريك سايد بتاعي وفي الجيولوجيكال سيرفي اللي احنا بنعملها والسايزميك سيرفي، وببدا اتغلب على حاجه زي كده ان انا بزود المود ويت بتاعي واحاول اديل ويز السيتويشنز المختلفه. طيب هو السؤال شكله محلول، طب نبص عليه برضه. بيقول لك هنا الفورميشن از اوفر بريشر باي ارتيزيان افكت، so what has created the over pressure. بيقول لك ايه سبب الاوفر بريشر في الارتيزيان ويل؟ الاجابه زي ما احنا شايفين كده هتبقى بي، اللي هي الفورميشن ووتر سورس از لوكيتد ات هاير ليفل ذان ذا ريج فلور. اوكي، بعد كده يا شباب هنتكلم عن الفورميشن كاركترستيك او الفورميشن فيتشرز. عندنا في صفتين اساسيتين او تو كاركترستكس مهمين بالنسبه لاي روك، اللي هي عباره عن البروزيتي والبرمابيليتي. فايه هي بقى البروزيتي وايه هي البرمابيليتي؟ خلينا نشوف مع بعض كده. البروزيتي مبدئيا كده بتدي لك انديكيشن ان الروك دوت يقدر يكونتين فلويد قد ايه. يعني بالبلدي كده او بالعربي هي عباره عن حجم الفراغات اللي موجوده جوه الروك اللي هي تقدر تخزن فيها فلويد. فلو جينا بصينا مثلا دوت شكل اهوت للفورميشن، واخد منه كروس سيكشن ومكبره، بيقول لك ان هنا دوت الصخر بتاعي النقط اللي فيه دي عباره عن فلويد جواه. فبالتالي بيدي لك انديكيشن عن حجم الفراغات اللي جوه البير. لو جينا بصينا على الديفينيشن بتاعها، هي عباره عن البيرسنت اوف الفويد سبيس ويزن ذا روك، حجم الفراغات الموجوده في البير. لو جينا بصينا على الفيجر بتاعنا دوت اللي هو زي كده، ده عباره عامل كومباريزون للشيل والساند فورميشن عن ديبسز مختلفه. فلو جينا خدنا ديبس معين اللي هو 10,000 فيت، بصينا على الشيل هنلاقي ليه بروستي تقريبا 10%، بصينا على الساند هنلاقي ليه بروستي 20%. 20% يبقى انا عندي فراغات كبيره جدا في الساند فورميشن تقدر تخزن فلويد. علشان كده بنلاقي ان احنا عندنا السيدمنتري روكس اللي هي زي الساند ستون والحاجات دي بتبقى ريزرفوار روك اللي هو الخزان بتاعنا اللي هو بيقدر يخزن كميه فلويد كبيره. لو جينا بصينا للبرميابيليتي بقى، البرميابيليتي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ability of a rock to transmit the fluid through it، قدرة الصخر على انه ينقل الفلويد جواه. فيبقى مثلا لو برضه بنقارن كده بمثال بسيط، لو قلنا طبقة ليها permeability اعلى من طبقة، يعني طبقة مثلا more permeable than another layer، في الحالة دي الطبقة اللي هي ليها permeability عالية الفلويد بيقدر يمشي فيها بسهولة، لكن
طبقه اللي ليها برميابيلتي قليله بيكون الفلويد بتاعي بيجد صعوبه في ان هو يمشي جوه الطبقه دي عشان يوصل لي للبير. تمام؟ فهنا نفس الكلام الفيجر دوت عباره عن ان هو بيقارن ساند ستون مع الشيل. اوكي؟ فنلاقي لو احنا عند نفس الديبث 10,000 فيت هلاقي ان الشيل ليه زيرو برميابيلتي ما بيقدرش الفلويد يمشي فيه. لكن لو انا عند الساند ستون هلاقي ليه برميابيلتي تقريبا حوالي نص درسي، نص درسي ده رقم كبير. احنا بنقيس البرميابيلتي في الفيلد بالملي درسي اللي هو 1 من 1000 من الدرسي. طيب نبص تاني كده بسرعه على الوايت بورد نحاول نوضح البروستي والبرميابيلتي بسرعه. فنقول ان احنا عندنا مثلا ادي الصخر بتاعنا اهوت، وادي جواه الجرينز اللي هي حبيبات الصخر بتاعتي، وفي طبعا حبيبات ملتصقه ببعضها وفي حبيبات مش ملتصقه ببعضها. كل الحاجات ليها تاثير على البروستي والبرميابيلتي بس مش حتتنا دلوقتي لان دي حاجات جيولوجيكال اكتر. فاحنا عندنا بقى البروستي يا شباب هي عباره عن حجم الفراغات او المسافات، المسامات البينيه اللي ممكن اعين فيها فلويد، اخزن فيها فلويد. فلو قلنا ان الاحمر ده عباره عن الفلويد بتاعي سواء اويل ووتر او جاز، فده هو بيديني انديكيشن عن البروستي. يبقى البروستي اللي بنرمز لها بالرمز فاي دوت عباره عن حجم البور سبيس على الفي بالك اللي هو حجم الصخر بتاعي، وليها طبعا انواع وكلاسيفيكيشنز مختلفه بس مش بتاعتنا دلوقتي. البرميابيلتي بقى هي عباره عن ايه؟ عباره لو انا عندي البير بتاعي اهوت، ده الجنب بتاع البير ده الويل، وعندي هنا الصخره بتاعتي دي لاير مثلا ودي الثانيه دي لاير، فالاقي لو انا عندي الفورميشن فلويد جاي ماشي لي كده وعايز يخش جوه البير، دي اسمها ability of rock، قدره الصخر ان هو يوصل لي الفلويد او ينقل لي الفلويد من خلاله. فلو الفورميشن فلويد كده هتمشي لي اسرع تخش البير، لكن لو هنا مثلا هتلاقيها ماشيه كده قاعده تلف وتيجي وتلف وتروح وكده وبرده في الاخر هتخش لي جوه البير. يبقى انا عندي في الحاله دي الطبقه دي مور بيرميبل، ليها بيرميبلتي عاليه عن الطبقه اللي تحت، وده طبعا ليه علاقه مباشره بالويل كنترول هنيجي نشوفها. هنلاقي مثلا لو انا خدت انفلوكس في طبقه البرميابيلتي بتاعتها عاليه، غير لو انا خدت انفلوكس في طبقه البرميابيلتي بتاعتها قليله. هلاقي ان انا في الطبقه العاليه الانفلوكس بيخش لي جوه البير بسرعه وبيحصل استابلايزيشن للبريشر بسرعه، انما لو انا خدت انفلوكس في طبقه البرميابيلتي بتاعتها قليله فالفلويد بياخد وقت وبيلاقي صعوبه علشان يوصل لي جوه البير بتاعي. فنرجع تاني هنتكلم دلوقتي عن الستاتيك اند الديناميك بوتوم هول بريشر. اول حاجه عندنا هنا ده سكيماتيك سريع كده للماس سيركيليشن سيستم. ادي عندي الاكتف بيت تانك بتاعي، ببدا اخد المد من خلال السكشن بام على المد بامبات، بعد كده على الستاند بايب مانيفولد، على الستاند بايب نفسها، على الهوز التوب درايف، بعد كده ينزل جوه البير عن طريق الدريلنج سترينج، يطلع لي من البيت نوزل على الانيلوس، على الفلو لاين، يرجع لي تاني على الشيكر، ديجازر، ديساندل، سولتر، سنترفيوج، ويرجع لي تاني وهكذا يكرر عمليه سيركيليشن تاني. طب لو جينا بصينا بقى هنا عندنا في حاجتين للبوتوم هول بريشر. ايه هو البوتوم هول بريشر عموما؟ هو عباره لو هنا يبقى هو عباره عن كل البريشر اللي بتاكت اباف البوتوم اسمه البوتوم هول بريشر. فلو انا في الحاله بتاعت ان انا ستاتيك مثلا او ستيشنري، انا في حاله سكون، في الحاله دي هنا البوتوم هول بريشر بتاعي هيساوي ايه؟ هيساوي الهيدروستاتيك بريشر العادي، هتابلاي الايكويشن العاديه اللي هي بتساوي المد ويت في التي في دي في ال 0.052. فهو هنا اهوت مدي لك مد ويت 10 بي بي جي ومدي لك تي في دي 10,000 كي. فهتقوم حاسب على طول البوتوم هول بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر هيطلع 5200 بي اس ار.
يعني ايه static bottom wall pressure؟ يعني البامب بتاعتي مش شغالة، 0 بي اس اي 0 اس بي ان. طب خلينا نبص كده بقى في حالة الديناميك. في حالة الديناميك يا شباب بيبقى انا عندي circulation، يعني البامب شغالة معايا. فلو سألنا مثلا سؤال قلنا ايه هو البامب بريشر يا شباب؟ يعني ايه بامب بريشر؟ البريشر اللي بتكون البامب عشان توفر كم الهيدروستاتيك بريشر تمام جدا، بس هو مش اوفر كام الهيدروستاتيك بقى. يبقى البامب بريشر هو عباره عن البريشر يس كل الفريكشن، يبقى هو عباره عن البريشر ريكوايرد تو اوفر كام اول الفريكشن لوسز او اول اللوسز انسايد ذا سيستم اور انسايد ذا ويل. فلو جينا بصينا مثلا كده، ادي عندي هنا بامب بريشر 2600 بي اس اي، هلاقي اول ما ابدا اضخ بال 2600 اول حاجه بتقابلني السيرفيس لاين بتاعي. الفلويد ماشي كده يبقى في مقاومه في عكس الاتجاه، هتقوم على طول واخده مني 100 بي اس اي، فبقى عندي البريشر هنا عند التوب بتاع الدريل سترينج 2500. ابدا انزل جوه البير، هفقد وانا نازل كده في فريكشن عكسي في الاتجاه المضاد، هفقد 400 في الدريل بايب بتاعي. بعد كده في الهيفي وول والدريل كولر هفقد 500. اجي عند البيت نوزل دوت اكتر لوس بيحصل معايا، بفقد تقريبا من 50 ل 60% من البامب بريشر، هلاقيني فقدت هنا حوالي 1300 بي اس اي. فكده بقى فاضل معايا ايه؟ بقى فاضل معايا بس 300 بي اس اي. 300 بي اس اي دول هفقدهم وانا طالع بقى، يبقى انا طالع كده لفوق في الانيولوس فقدت ال 300 دول. طب فقدتهم ازاي؟ بفريكشن بيقابلني في عكس الاتجاه اللي هو هنا الانيولار بريشر لوس. طيب احنا قلنا ان الانيولار بريشر لوس دوت او الاي بي ال اللي هم 300 دول في عكس الاتجاه، يعني بيأثر على البوتوم بتاعتي. في الحاله دي نقول ان احنا لو في الدايناميك اوبريشن او في عندي سيركيليشن، هيبقى عندي البوتوم هول بريشر بيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي الاستاتيك اللي هو الهيدروستاتيك بريشر العادي بلس الاي بي ال اللي هو الانيولار بريشر لوس. يعني لو بصينا هنا في حاله السيركيوليشن او في حاله الديناميك، هلاقي ان انا عشان احسب البوتوم هول بريشر هنا هيساوي ايه؟ هيساوي الهيدروستاتيك بريشر العادي اللي هو وزن عمود الطفله اللي هنا زائد الديناميك بريشر اللي هو جاي لي من الاي بي ال اللي هي 300 بي اس اي اللي هي بتاثر لي على البوتوم بتاعتي. This increase is caused by the annular pressure loss acting down on the bottom of the well. علشان كده يا شباب بيجي عندنا مصطلح جديد اللي هو اسمه الـ ECD أو الـ Equivalent Circulating Density زي ما نشوف، بس خلينا كده ناخد فكرة. عندنا هنا دي cases مختلفة بيورينا فيها الـ bottom hole pressure. فمثلا هنا في حالة الـ static هيبقى عندي الـ bottom hole pressure بتاعي اللي هو اللي تحت هنا بيساوي بس الهيدروستاتيك، لكن لو انا في عندي سيركيليشن في الحاله دي هيبقى عندي البوتوم هول بيساوي الهيدروستاتيك زائد الانيولار بريشر بلس. لو انا جيت هنا عندي مثلا في حاله ان انا عندي روتيتنج هيد، الروتيتنج هيد ده بيبقى اوبشنال بارت على البي او بي، بستخدمه ان كيس ان انا بعمل دريلنج اندر بالانس، يعني سبيشال لو ان انا مثلا في ويل انترفنشن جوبز زي ويل لاين او كول تيوبنج وانا اندر بالانس، فممكن استخدم اللي هو الروتيتنج هيد از اوبشنال بارت في البي او بي، او لو انا بعمل فيه الدريلنج اوبريشن عموما فبستخدم برضو الروتيتنج هيد فبتديني باك بريشر. عشان كده لو انا بعمل سيركيوليشن وذ روتيتنج هيد هيبقى البوتوم هول بريشر بيساوي الهيدروستاتيك زائد الاي بي ال اللي جاي من السيركيوليشن زائد الباك بريشر اللي جاي لي من الروتيتنج هيد. كمان عندنا يا شباب لو احنا بنعمل كيك سيركيليشن، فبالتالي انا قافل البي او بي وببدا اتحكم من التشوك، فلاقي ان البوتوم هول بريشر في الحاله دي هيساوي ايه؟ هيساوي الهيدروستاتيك بريشر زائد الانيولار بريشر لوس زائد التشوك بريشر. التشوك بريشر ده اللي هو الدريل بايب بريشر؟ التشوك بريشر اللي هو الكيسنج بريشر. الكيسنج بريشر من ناحيه الانيولوس، يعني لو احنا بصينا كده اهو ده الجيج بتاعي اهو بتاع الكيسنج، فانا ببدا افتح للتشوك واقفل للتشوك. عشان كده مع اي فتحه او قفله للتشوك زي ما نيجي نتكلم في الكورس بتلاقي الكيسنج بتاعتك بتتغير بسرعه، وبعد كده الدريل بايب بياخد اللاجنج تايم اللي هو الحاجه بسيطه الثواني دي
اللي هي واحد ثانية لكل 1000 فيت عشان يتغير. فمع كل فتحة تشوك أو قفلة بيبدأ الكيسنج بريشر يتغير معايا. فالتشوك بريشر هو عبارة عن الكيسنج بريشر بتاعي. هو التشوك عبارة عن إيه أصلا؟ عبارة عن فالف أنا بحطه هنا وببدأ أفتح أو أقفل. كل ما أقفل كل ما خنق فالكيسنج يزيد، كل ما أفتح كل ما أدي للفلويد سكة فيمشي فيكون البريشر بتاعي قليل. واضح؟ تمام. نيجي لو بصينا كده للاثنين سيتويشنز دول او الاثنين كيسز دول، عندنا هنا البير بتاعنا ستاتيك، فعندي هنا في فورميشن بريشر 5300 بي اس اي، وعندي هنا البوتوم هول بريشر اونلي ايكوال للهيدروستاتيك بريشر، فبيساوي كام؟ بيساوي 5200. في الحاله دي انا اندر بالانس والفورميشن بتاعتي هتديني كيك. لكن لو بنفس المود ويت بس انا في حاله سيركيوليشن، هيبقى معايا فاكتور تاني اللي هو الانيولار بريشر لوس، اللي هو مثلا هنا مقدر ب 250 بي اس اي. ففي الحاله دي هيكون عندي البوتوم هول بريشر زاد شويه، اللي هو زاد ال 250 بتوع الانيولار بريشر لوس، فلاقي ان انا هنا بقيت اعلى من الفورميشن بريشر، وفي الحاله دي انا في حاله اوفر بالانس، فالفورميشن بتاعتك از اندر كنترول ومفيش اي كيك هتخش جوه البير. نيجي بقى للمصطلح اللي هو بتاع الايكوفلانت سيركيوليتنج دينستي. لو دول الاثنين كيسز بتوعنا، في الحاله العاديه انا عندي مود ويت جوه البير 10 بي بي جي. طيب هل ال 10 بي بي جي اتغيرت لما شغلت البامب؟ لا ما اتغيرتش، بس انا عندي فاكتور جديد نتيجه السيركيوليشن والبامب بريشر اللي هو الانيولار بريشر لوس جه معايا، فبدا يزود لي البوتوم هول بريشر. تمام؟ ففي الحاله دي بقيت احس عايز بوتوم هول بريشر ان انا المود ويت بتاعي زاد، بس هو ما زادش، هو اللي زاد فعلا الاي بي ال، الايفكت بتاع الاي بي ال زاد على البوتوم هول بريشر. فيبقى الايكوفلانت سيركيوليتنج دينستي دي هي عباره عن ثيوريتيكال انكريس في المود ويت، حاجه نظريه ان هي زياده بس فعليا انا ما زودتش حاجه، هو الاي بي ال هو اللي اداني مور ايفكت على البوتوم هول بريشر، فحسيت ان المود ويت زاد بس هو ما زادش. فلو جينا بصينا كده الايكوفلانت سيركيوليتنج دينستي عباره عن ايه؟ بيقول لك وايل سيركيوليتنج الاي بي ال ليها نفس التاثير على البوتوم هول بريشر اكنك زودت المود ويت بالظبط. يعني مثلا هنا يا شباب انا في حاله الاستاتيك معايا بوتوم هول بريشر 5200 والمود ويت بتاعي 10. طيب في السيركيوليشن بقى عندي هنا البوتوم هول بريشر 5450 والمود ويت برضو نفس ال 10. طيب لو انا ما شغلتش البامب وعايز اوصل من 5200 ل 5450 هعمل ايه؟ اقوم على طول مزود المود ويت هنا. فيبقى الايفكت بتاع الزياده في البريشر لو انا عايز ازوده حقيقه او فعليا هقوم مزود مود ويت، لكن طالما نفس المود ويت يبقى الايفكت جاي لي من الانيولار بريشر لوس. فهنا بنقول ان انت عندك الاي بي ال ليها نفس التاثير زي بالظبط ما تكون غيرت المود ويت بتاعك. هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ثيوريتيكال انكريز في المود ويت بلس الاوريجينال مود ويت. يبقى انا بشوف الاوريجينال مود ويت اللي هو 10 بي بي جي مثلا زائد الجزء الزياده اللي هو جاي لي من الانيولار بريشر وابدا احسبها. كان بي كالكوليتد يوزنج الايكويشن دي. لو فتحنا الفورمولا شيت بتاعتنا هنلاقي ان دي ايكويشن رقم 7. احنا طبعا الفورمولا شيت دي بنخش بيها الاكزام، فلو عايزين نشوف نفس الايكويشن دي هنلاقيها رقم 7 في الفورمولا شيت بتاعتنا. ماشي يا شباب، دي الايكوفلانت سيركيوليتنج دينستي اللي هي بتساوي الاوريجينال مود ويت زائد الاي بي ال از بريشر. يعني مثلا لو احنا في الاكزامبل دوت 10 بي بي جي زائد الاي بي ال اللي هو ال 250 الزياده على التي في دي بتاعنا اللي هو تقريبا هنا 10000 فيت في الكونستانت اللي هو 0.052. ممكن نحسبها كده يا شباب 10.5. يبقى في الحاله دي ال 250 بي اس اي اداني انديكيشن او ثيوريتيكال انكريز في المايل في المود ويت بتاعي ان هو اكنه زاد 0.5 بي بي جي.
نيجي بعد كده الحاجة تانية اللي هو الـ effects on pump pressure. هنشوف تأثير الـ mud weight change والـ pump speed change على الـ pump pressure بتاعنا. هنشوف لو احنا زودنا الـ mud weight المفروض الـ pump pressure بتاعي يزيد ولا يقل، ولو احنا غيرنا في الـ pump speed برضو المفروض الـ pump pressure هيزيد ولا هيقل. فنبدأ كده بأول حاجة اللي هو تأثير الـ mud weight. مثلا يا شباب احنا عندنا هنا هو البامب بريشر 2600 عن 80 وب 80 اس بي ام، كنت بستخدم مود ويت في الحاله دي 10، دلوقتي انا هستخدم 11 بي بي جي. طيب وات دو يو اكسبكت فور بامب بريشر، هيزيد ولا هيقل لو انا زودت المود ويت من 10 الى 11 بي بي جي؟ يا شباب هيزيد. تمام، طيب عشان نحسب بقى الزياده او النقصان في البريشر بنحسبه ازاي؟ من الايكويشن دي او الكالكوليشن دي اللي هي ايكويشن رقم 10 في في الفورمولا شيت بتاعتنا. فمثلا هنا اهوت، هو هنا زود المود ويت من 10 بي بي جي ل 11 بي بي جي، فبالتالي عشان يحسب البامب بريشر الجديد هيساوي البامب بريشر القديم اللي هو بي 1 في المود ويت الجديد اللي هو 11 على المود ويت القديم، فهيبقى الناتج بتاعي 2860. معنى كده البريشر بتاعي زاد من 2600 ل 2860 في الاس ار، والعكس صحيح، لو احنا قللنا المود ويت الاقي البامب بريشر بتاعي بيقل لما اطبق نفس الايكويشن. طيب نيجي نشوف الكيس الثانيه او الحاله الثانيه اللي هي انا هغير فيها البامب سبيد. ماشي، فمثلا هنا انا كنت بستخدم 80 اس بي ام، ارفع ال 80 دي ل 100، فتتوقع البريشر بتاعك هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. هيزيد، تمام مظبوط. هيزيد بايه بقى؟ هيزيد. تمام مظبوط. هنطبق نفس الايكويشن اللي هي رقم 9 في الفورمولا شيت. يبقى انا عندي البامب بريشر الجديد اللي هو بي 2 دوت يساوي البامب بريشر القديم مضروب في البامب سبيد الجديده على البامب سبيد القديمه اول باور 2. ما ننساش يا شباب التربيع ده، التربيع ده بيأثر في الناتج بطريقه رهيبه. يبقى احنا عندنا ما ننساش خالص الباور 2 اللي هو على الكوست ده. يبقى اقول مثلا لو انا عندي اكزامبل هرفع البامب بتاعتي من 80 ل 100، يبقى انا عندي البامب بريشر الجديده هتساوي القديمه 2600 في النيو بامب سبيد 100 على الاولد اللي هي 80 اول باور 2 الكل تربيع، الاقي ان الناتج بتاعي بقى 4063 بي اس ار. في الحاله دي البامب بريشر بتاعي زاد معايا من 2600 ل 4063 بي اس ار. اوكي، الناتج النهائي يا شباب اللي هو زي دوت بتاع البامب بريشر ممكن نعمل له راوند اب وممكن نعمل له راوند داون بحيث ان هو يفضل قيمه ثابته معايا، يعني رقم صحيح. يعني لو هو مثلا 4063.5 فممكن اخليه 4063 او 4064، مش هتفرق، الاجابتين معايا صح. نيجي نبص كده على السؤال ده يا شباب، عايز يحسب النيو بامب بريشر ومدي لك الاولد مود ويت والنيو مود ويت والاولد بامب بريشر. مظبوط، هو هنا طبق الايكويشن رقم 10 في الفورمولا شيت، هيبقى عندك البامب بريشر القديم في المود ويت الجديد على المود ويت القديم هيديني 1911. طب نشوف السؤال الثاني ده، سؤال كويس
نبص عليه كده. مهندس مصطفى معانا؟ معاك يا حبيبي. تمام، نبص كده على السؤال ده كده كويس. ثلاثة آلاف وخمسمية وثلاثة وثمانين. لا لا، 3500 كام؟ أنا قلت 38. تمام، 38 مظبوط، 38 أو 39 مظبوط. الفكرة بقى في السؤال دوت ان احنا اول حاجة نحسب البامب بريشر. زي ما قلنا ان البامب بريشر هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البريشر ريكوايرد تو اوفركم اول اللوسز في السيستم. فالاقي هنا اجمع اللوسز دي كلها علشان اجيب البامب بريشر نفسه اللي هو القديم. بعد ما احسب الاولد بامب بريشر عند 30 اس بي ام، ابدا اطبق الايكويشن بتاعتي اللي هي ايكويشن رقم 9 علشان اكلكليت. فالاقي ان انا عندي هنا البامب بريشر هيساوي بامب بريشر القديم مضروب في ال 35 الجديده على القديمه اول باور 2 اللي هو التربيع بتاعي ما نساوش. وزي ما قلنا الرقم دوت تعمل له راوند اب صح، تعمل له راوند داون صح. بوز ار كوريكت. طيب بعد كده يا شباب المفروض ان احنا هنتكلم عن الكيك اوكيرنس، بس احنا ممكن ناخد دلوقتي بريك.